أصدقائي الأعزاء، مرحباً بكم على منصة تعلم اللغة الروسية. اسمي عز الدين، والآن سأعطيك تعليمات مهمة لتنظيم دراستك وعملك على المنصة التعليمية. تعلمك سيكون مسلياً، سوف تكتشف عالماً جديداً، عالم اللغة الروسية. ستدرس على المنصة بشكل مستقل، ولكن تذكر أن بإمكانك دائماً الاتصال بالمدرس إذا كانت لديك أي أسئلة. إذن هيا بنا نبدأ. أولاً جدول الدراسة. هذا هو الملف الرئيسي لتنظيم الدراسة. هذه هي أوقات الدروس مع المعلم، وهذه روابط للدخول إليها وأخرى لمشاهدة الدروس المسجلة وتفقد الواجبات المنزلية على المنصة. أوقات الدروس مع المعلم محددة بتوقيت موسكو، مع روابط للانتقال إلى هذه الدروس. انقر على النص الذي يحتوي على الرابط التشعبي. يمكنك فتح الدرس في التطبيق، أو يمكنك البقاء في المتصفح وتسجيل الدخول إلى الدرس من خلال متصفحك دون تحميل التطبيق. ثم ادخل اسمك بالأحرف اللاتينية في حقل خاص حتى يتمكن المعلم وزملائك من التعرف عليك. عندما يبدأ الدرس سيسمح لك المعلم بالدخول. روابط مشاهدة الدروس مسجلة على المخزن السحابي. يمكنك مشاهدة كافة تسجيلات الدروس مع المعلم مرة أخرى في أي وقت يناسبك. ستظهر ملاحظات الدرس في الملفات خلال 24 ساعة بعد الدرس. الواجبات المنزلية على المنصة، ويوضح الجدول الدروس الموجودة على المنصة والتي يجب إكمالها في الأيام المحددة. تذكر أنه لكي تتعلم لغة عليك التدرب عليها كل يوم. خطط لوقتك وأكمل واجباتك المنزلية في الوقت المحدد. ثانياً، لوحة المفاتيح الروسية. للتعلم على المنصة تحتاج إلى تثبيت لوحة مفاتيح روسية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة يمكنك العثور على لوحة مفاتيح روسية واستخدامها لإكمال المهام. اكتب الحروف والكلمات باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية على المنصة، ثم انسخ إجابتك واضغط على Ctrl V للصقها في حقل الإجابة. يمكنك كذلك تثبيت لوحة المفاتيح الروسية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ثالثاً، المنصة. الدخول إلى المنصة. إذا كنت قد تقدمت بطلب للدراسة، فسوف يرسل لك مسؤول الكلية الرقمية التحضيرية اسم مستخدم وكلمة مرور لتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي. لا يلزم أي تسجيل إضافي. عند تسجيل الدخول إلى المنصة، يجب عليك إنهاء الجلسات التي بدأتها من الأجهزة والمتصفحات الأخرى. للقيام بذلك، حدد الجلسات القديمة وانقر فوق إنهاء الجلسة. لعملية التعلم يجب استخدام جهاز كمبيوتر. نوصي باستخدام جهاز كمبيوتر شخصي مزود بنظام تشغيل، ولا يجب أن يكون أقدم من عام 2011. للحصول على تعليمات التدريب، حدد المتصفحات الموصى باستخدامها على منصة العمل. للتدريب لا تنسى استخدام سماعات وميكروفون. سيساعدك هذا على سماع المواد الصوتية بشكل أفضل وإرسال إجاباتك الشفهية على المنصة. رابعاً، كتالوج الدورة. للدخول إلى برنامج دراسة اللغة الروسية التي اخترتها، انقر على الدورات التدريبية الخاصة بي. ابحث عن اسم البرنامج الخاص بك في كتالوج الدورة التدريبية وانقر على زر بدء التدريب. وينقسم كل برنامج إلى أيام تدريبية، ويوضح الجدول الأيام وأعداد الدروس المطلوب إكمالها. هناك مواد نظرية وتمارين عملية. خامساً، إجراء عمليات المحاكاة التفاعلية على المنصة. أثناء التدريب سوف تقوم بأنواع مختلفة من التمارين، لكن تذكر دائماً أنه يجب عليك قراءة التمرينات والتوجيهات بعناية.
بعض التوصيات الهامة لإكمال المهام على المنصة: لا تدع مسافات إضافية بعد إعطاء الإجابة، لا تكتب الحروف اللاتينية حتى لو كانت تشبه أحرف الأبجدية الروسية، اكتب حروفاً صغيرة وكبيرة وفقاً للمهمة، لا تضع النقاط إذا لم يتم تحديد ذلك في نص المهمة. يعتبر استخدام علامات الترقيم الصحيحة وكتابة الأحرف الصغيرة والكبيرة أمراً مهماً في اللغة الروسية، ومع ذلك يصعب على الطلاب سماع الأصوات والعبارات بشكل صحيح في بداية دراستهم. هذا أمر طبيعي، يمكنك الاستماع إلى عدد غير محدود من الملفات الصوتية تحتوي على التمارين وعلى تلميحات التي ستساعدك بالتأكيد على القيام بكل شيء بشكل صحيح. بعد الانتهاء من التمرين لا تنسى الضغط على الزر الأخضر الموجود أسفل الشاشة، فقط عند النقر عليه ستقبل المنصة إجابتك. إذا كانت لديك أي صعوبات أخرى في التمارين يمكنك دائماً التواصل مع معلمك، تواصل مع زملائك في مجموعات الواتساب أو اسأل المعلم خلال الدرس. نتمنى لك النجاح في دراستك.